سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. مايكروسوفت تعالج نقطة ضعف في برنامج مايكروسوفت ديفندر انتي فايروس على نظام تشغيل ويندوز، والتي سمحت للمهاجمين بزرع وتنفيذ تعليمات برمجية ضارة دون تشغيل محرك اكتشاف البرامج الضارة في ديفندر. تم الكشف عن ثغرة أمنية حرجة في مكون ووردبريس الإضافي المعروف باسم PHP Everywhere، والذي يستخدمه أكثر من 30 ألف موقع ويب حول العالم، ويمكن أن يسيء المهاجم استخدامه لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية على الأنظمة المتأثرة. كشف فحص مفصل لخدمة البرمجيات الخبيثة بنظام الدفع لكل تثبيت PPI المسمى Private Loader عن دورها في تسليم مجموعة متنوعة من البرامج الضارة مثل Smoke Loader و Red Line Sealer و Bidder و Raccoon و G-Cleaner منذ مايو 2021 على الأقل. Cyber Security Park نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.